الآن في مخفر جلبرات وهو تقريبا آخر مخفر من شمال ربيعة في ضمن قاضع مسؤولية قيادة قوات حرس الحدود السادسة. نحن أنا وأخي نائب قائد عمليات مشتركة، سيد قائد الحدود، سيد قائد البرية، سيد معاون العمليات وهيئات الركون كلها في زيارة لتدقيق الإجراءات على الحدود العراقية السورية، وأيضا لإعادة الانتشار وتأمين المتطلبات لضمان وإعطاء رسالة اطمئنان لكل العراقيين أنه الحدود العراقية السورية آمنة رغم ما حدث بالحسكة وموضوع السجن وهروب عدد من السجناء، لكن نطمئن شعبنا أنه قوات حرس الحدود الأبطال ومن خلفها قوات الجيش قيادة عمليات غرب نينوى ممثلة بالفرقة 15 والفرقة 20 قادرين على الصد ومنع أي تسلل باتجاه أراضينا. وحاليا جرينا استطلاع للمنطقة، سنكمل الاستطلاع إن شاء الله يوم غد حتى نطمئن ونضمن أنه كافة الإجراءات صحيحة. والأخ النائب قائد عمليات مشتركة أصدر توجيهاته بخصوص تأمين المتطلبات اللي بالإمكان أن تساعد في تعزيز أمن ورصانة الموضع اللي موجود. شكرا.